تطلقوا ولا لا؟ لا صوب ديالك تفتحوا هو تسد صافي شحال مرحبا اعزائي المتابعين، معنا اليوم رئيسه جمعيه الاغاثه المدنيه السيده مروه السعدي. سيده مروه السعدي، مرحبا بك على هذا المركب اللي عرفنا به الصراحه. فاصل يعني تفاط 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 عمل الشركة مع جمعية جود هم اللي كانوا يساهموا معنا وعاونونا لا بالنسبة للأغذية ولا بالنسبة للأفرشة ولا بالنسبة للملابس للنساء ولا بالنسبة لتيود الماء الماء سيتيغ الماء عاونونا بزاف وكانت المباركة مشكورهم بزاف. ما تخلي دخلتوا فيها نقدر نعرف شحال يعني شحال من منشار حبيتوا المساعدة؟ تطفت وجديا دور اللي تأدوا في الحركة هما الحرارة والعزيب السمين العزيب الفوقي وجديا سمعتهم كل التارية مهم بزاف ديال البواب ما كنتش عاقلة على الفلاسة ديالهم كل شيء زخرت القطع شي 7 ولا 8 ديال البواب وعندنا اليوم إن شاء الله غيرنا واحد معاونة أخرى اللي غادي نمشيو للجهة الثانية اللي تحرقت أيام البارح اللي هي مولاي عبد السلام بني عروس هذيك النواحي اللي تزغوط النواحي اللي تقاسو تبع مايا غادي نمشيو ان شاء الله في العشية. بالنسبة لنوع المساعدة اللي كتعرفوا الأسر المتضررة ما عندو ما نصلي في الشرب تما ما بقاش تما الأغطية الفريشة كنحاولوا ما أمكن أننا نعاونوا بالشيء اللي هو بسيط اللي ينتج ليه دابا حاليا حنا ما كنقولوش لا لأن الحكومة تخلات عليك وشها الحكومة الحمد لله وفرت لي وجميع الوصفة لأنها تتعاونهم وغترجع لهم وداك الشيء كاع اللي ضاع منهم لا بالنسبة للمحل ولا بالنسبة للخدم ديالهم ولا بالنسبة للزراعة تعاود الشير الحمد لله الحكومة قامت بالدور ديالها وقامت بواحد السرعة خيالية في ظرف سيمانة في 290 مليون ديال الدرهم اللي غتخرجت لهاد الناس هادو اللي تقاسوا بهاد الحرائق. بالنسبة للمسؤولين سيدة بلدية 29 مليار واش يعني بدات يعني خرجت على الواقع؟ راه تسمات اتفاقية غير كان المكان ما بين الناس اللي غيتكلفوا بهذا الشيء هذا اللي غيتكلفوا بانه وزارة الفلاحة وهي والغابات بالنسبة للمجال ديال الإغاثة والإنقاذ يعني بالنسبة لكم نتوما يعني مشى الجانب الاجتماعي يعني التدخل المساعدة وداكشي واش عندكم شي فريق سواء ديال المسعفين ولا ديال التدخل الحالة النفسية كنعرفوا بأن يعني الحالة النفسية ديال الساكنة كتكون مقيوسة؟ حنا جمعية الإغاثة هي جمعية وطنية كيلقى إجراء ديالها اللي هو برهيب أبو الرجال من هذا المرة كنوجه ليه الشكر الجزير على تلبية الدعوة ديالو واتصلت به ما كملاش ساعة حتى كان معايا من الرباط لهنا صافي عيطت ليه ما حسيت بالوقت كان هو معايا ومشى معايا حتى للبواب اللي هما محروقين وشاف داكشي بعينيه وقدم المساعدة هو اللي اتصل بالإخوان ديال الجود باش قدر يوفر لنا ديك المساعدة اللي جابوا لنا
حنا عندنا جمعية فيها كل شيء، فيها الإسعافات الأولية، فيها الدعم النفسي، فيها كل شيء. مش ما بغيتي كتلقى مع الناس المختصين بالإسعافات الأولية. شنو هو التقييم الاولي ديالكم الحالات اللي شفتوها وداك الشيء؟ يعني كيفاش الناس كانوا محتاجين للدعم النفسي والدعم المعنوي اكثر من كل شيء في ديك اللحظه اللي كنا حنا فيها. شفنا شي حالات لا اله الا الله. شكرا.